مرحبا بكم الدكتور النعامي عبد الكريم امين رئيس النقابه الوطنيه للبيطريين الخواص. اولا كنشكركم على المجيء ديالكم باش تغطيوا هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي فيها النقابه الوطنيه وكذا هيئات اخرى، الهيئه ديال المهندسين المعماريين والهيئه ديال المهندسين الطبوغرافيين وكذلك الهيئه ديال المحاسبين المعتمدين. فاحنا مواطنين اولا ولا نقبل المزايده على المواطنه ديالنا، بل اكثر من ذلك فنحن نثمن عاليا كل الانجازات اللي عرفتها بلادنا في ظل النظره المتبصره ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. ولكن احنا ننادي بعداله جبائيه حقا. اولا نطالب بالغاء هاد الاقتطاع من المنبع على الضريبه على الدخل، لان هاد الاقتطاع هو مديور على اساس المعاملات المفوتره، وفي هذا الاطار هو ظلم وحيف، لان كيعتبر بان هاد كل فاتوره هي ربح صافي. ثانيا كوننا نكون ايجابيين، يعني نوليو دي بيرسبتور كمهنيين في القطاع الحر ومحصلين للضرائب، فهذه المساله مازال ما لقيتش لها يعني الشرح ديالها في القاموس ديال المهن الحره. ثانيا غنجيو للمساله ديال الضريبه على القيمه المضافه. فكما كتعرفوا الطبيب البيطري كيشتغل في الميدان الفلاحي، هو ميدان هش، ميدان يعني غير مهيكل، وميدان اللي هو معفي من الضريبه. فكيف يطلب منا باننا نضاعفوا هاد الضريبه على القيمه المضافه على هذا الكساب وعلى هذا؟ فلذا نطالب باعفاء الخدمات الطبيه البيطريه من التيفيا على غرار المهن الطبيه الاخرى. ثالثا فاحنا نقر ونطالب باش بمبدا يعني التشارك يعني مع المهن مع الهيئات ومع جميع يعني التمثيليات المهنيه، لان المبدا ديال التشارك هو معروف. فلما تفكر بي ولا تفكر معي فانك تفكر ضدي، وهذه الحاله اللي حنا فيها دابا. ورابعا فنحن نطالب بنظام ضريبي خاص بالمهن الحره يراعي جميع الخصوصيات ديال المهن، وكذا نطالب باجر يعني ادنى للمهني بحال ان سميك بروفيسيونيل. وهذا الموضوع كنتناقشوا فيه، يعني ما يكونش داخل التدريب، وهذا الموضوع كنتناقشوا فيه في اتحاد في اطار الاتحاد الوطني للمهن الحره. وشكرا. متباكرة متابعين شخصيين
والزيادة طلبتوها والمهنة تسدوها خالد يوسفي رئيس الهيئه الوطنيه للمهندسين الساحل التوبوغرافي. هذا الوقفه اليوم كينظموها اربعه الهيئات مهنيه منظمه بقانون، ولكن ضويو تحتها واحد المجموعه كبيره ديال المقاولات اللي كتوفر واحد العدد كبير من مناصب الشغل. اليوم هذا الوقفه كنطالبوا بها الغاء بعض مقتضيات مشروع قانون الماليه 2023، وخصوصا المقتضيات اللي كتتعلق بالضريبه عن طريق الاقتطاع من المنبع. هذا النظام الاقتطاع من المنبع غادي يخلق واحد المشكل في المقاولات، لانه غيغير النظام اللي هو مبني على التصريح وعلى اداء الضريبه على الربح الصافي. اذا اليوم حنا كنطالبوا بفتح حوار مسؤول وبناء مع السلطات المختصه. حنا هيئات منظمه بقانون كنساهموا بواحد الشكل كبير في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال بلادنا، وكنساهموا بشكل كبير في التطور ديالها. دونك اذا اليوم هاد السلطات المختصه لازم ما تسمع لينا ونتسنطوا لها ونفتحوا واحد الحوار ونلقاو الصياغه المزيانه اللي غادي تناسب الجميع. واللي مهم هو اليوم هاد المهنيين ماشي ضد الضريبه، ولكن ضد هذا النظام الجديد اللي غيكون الاقتطاع من المنبع، لان الاقتطاع من المنبع يعني كنعتبروا ان رقم المعاملات كله ربح صافي، وهذا خطا. رقم المعاملات فيه المصاريف الثابته ديال المقاوله، رقم المعاملات فيه مصاريف الموارد البشريه، رقم المعاملات فيه الاستثمارات ديال المقاوله، وكيبقى الربح الصافي هو اللي كيكون عليه الاداء الضريبه. اليوم خصني تفتح هذا الحوار ونتناقشوا ويكونوا عندنا ارقام واضحه باش يمكننا حتى حنا كهيئات مهنيه منظمه بقانون مع المهنيين اللي كينضوا تحتنا نفكروا جميع ولقاو احسن صياغه، لان اليوم حنا اللي تهمنا هو الاقتصاد بلادنا، الاستقرار ديالو واستقرار الاستثمارات واستقرار مناصب الشغل، وحنا منخرطين في هذه الامور. اذا متابعي الكرام، متابعي شفتي سياسه تخريبيه، 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 والزيادة والتبية، والزيادة والتبية، والزيادة والتبية، والزيادة والتبية، والزيادة والتبية.
ديالنا المتابعين الكرام متابعين شوف تي في اللي يمكن تشوفوا الاطباء البيطريين يطالبون باعفاء الخدمات الطبيه البيطريه من الضريبه على قيام المضافه كمساهمه في الدعم للقطاع الانتاج الحيوانية اللي كما كنشوفوا هو احتجاجي امام البرلمان. باقي شويه ورجع عندك. لا لا صافي ما كاين حتى واحد. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تعال مباشر في السيدي فاش تقول لي انطلق انطلق نبدا. عصام الشرقاوي رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين القطاع الخاص المغربي. الوضع اللي كنعيشوه الان هو ده غريب الاطوار، بحيث المهنه ديال المهندس المعماري في القطاع الخاص وصلت لحد المرحله اللي يمكننا نقولوا انها تدعو الى القلق والاستغراب، ان لم اقل الى الى الى, إلى الخشيه. لماذا؟ لان مهنه بالرغم من كل ما قام فيه وتقوم به من اجل التعاون والحوار والعمل والجد وتقديم المساعدة بكل ما أوتيت من قوة للمواطن البسيط والمواطن المتوسط أو المواطن الكبير أو التنمية في إطار التنمية الشمولية اللي كيدعي لها صاحب نصره الله، إلا أننا نفاجأ بقرارات لا علاقة لها بالموضوعية ولا بالمنطق ولا بالقانون. لماذا؟ لأنه الضريبة الآن الوضع الحالي من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الاستثمارات هي في واحد الوضع اللي هي يخشى عليه، وفي هذا الوقت هذا في هذا الوضع هذا غادي نجيو نكملوه كما تيقولوا. قال لي شنو خاصك لالا؟ قال لي خاصك خاتمه مولاي. اشنو خاصك؟ قال لي خاتمه مولاي. هل واش هذا هو الوقت اللي خارجين من وضع ديال 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 كورونا اللي عمليا ثلاث سنين والوضع الاقتصادي والوقت الاستثماري واقف، وغادي نخليو الان غنجيو عاوتاني في هذا الوقت هذا نعاود نثقلوا على المواطن وعلى المهندس وعلى العامل وعلى المقاول الصغير والمقاول المتوسط الى اخره.
الوضع العقاري الان في واحد الوضعيه اللي هي نخشى عليها. لذلك فكان من الجدر كان من الاليق انه حوار عريض واسع قبل ان تاخذوا هذه الاجراءات اللي هي يعني ارتجاليه بين عشان وضحاها. انا غندوزو منها غنسول المنبع. شنو المنبع؟ معناتها المنبع ان المدير ما غيدخل عند الدايا واحد المواطن كما كان النوع ديالو الا وغتطلب منه واحد لا يمكن باش يتعامل معها، ما يمكنش يتعامل معها وما يمكنش يتجاوب معها وما يقدر لهاش وما يستطع لهاش. وبالتالي معنى انه الحكم الاضافه على ما نحن عليه يعني هذا العقار يعني القطاع ديال العقار والقطاع ديال البناء كما يقال في المثل الدرجي الا تمشات البني كل شيء كيمشي معاه للاسف الشديد لا شيء الان. لذلك فاحنا كنطلبوا حوار فتح حوار وتاخذ بعين الاعتبار حتى ولو بغيت تهرب من الضريبه لان الضريبه هي واحد الشيء اللي هي كما تقول مقدسه. لماذا مقدسه؟ لانها بفضل الضرائب والاداء الضريبيه اللي المغاربه تيبنوا المدارس تيبنوا المستشفيات تيصوبوا الطرق تيصوبوا السدود تيصوبوا المشاريع الكبرى الى اخره وكتحارب البطاله. فاذا به غنجيو امكان الضريبه اللي غتحكم على الجميع الافلاس بالافلاس وهذا لا 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 يمكن ان قبله. استاذ يعني قبل يعني ما تشرحوا في الوقفات يعني هذه الوقفات الاحتجاجيه واش طلبتوا الحوار وكان الحوار مسدود ولا ما كاينش حوار ما كاينش يعني خرجت الامور وقع واحد اللقاء ولكن اللقاء يعني كما تيقولوا بروتوكول شكلي. لماذا لا تنظم يعني دواء مستديمه طاوله مستديره ونفتحوا الحوار اشنو نقدروا نديروا شنو ما يقدروا يديروا فوقاش كما وكيف هذا هو الاساس ديال الحوار. اما الحوار بين عسود وضحاها غادي ننزلوا على الجميع كما تيقولوا تخلص الضريبه السنويه وتخلص الضريبه السنويه وتخلص الضريبه الشهريه هذا لا يعقل خصوصا وانه الوضع لا يسمح بهذا لا يمكن. الوضع الاقتصادي والوضع المهني كل واحد الان نعاني مع المشغل اللي كان مع الناس اللي كيشتغلوا معنا اللي كان المساعدين ديالنا نعاني الامرين الى اخره. هذا هو الاشكال اللي مطروح الان. الحوار خص يكون حوار جاد وحوار مفتوح ماشي حوار شكلي. إذن متابعين الكرام يعني كما كنشوفوا فالمهندسين وكذلك الأطباء البيطريين التزامي واضح وحريم على المهنيين في المهندسين المعماريين كان قادر حوار وشو ما يمكن ما يمكن القيام به وما لا يمكن القيام به ما يمكن التجاوز به Let's go!
التوصيات ديال المناظره الوطنيه للضرائب ديال 2019 تخالف توصيات بنك المغرب، تخالف كذلك المقتضيات اللي جات بها التقرير ديال المندوبيه الساميه للتخطيط اللي كتقول 3 مليون ديال المغاربه نزلوا من الطبقه الوسطى للطبقه الفقيره، وهذا المقتضى لن يزيد الا تفقيرا لهذه الطبقه، وهذا المقتضى كذلك لضريبي ديال الاقتطاع سيساهم في زياده التهرب والتملص الضريبي عكس ما هو منتظر منه. لهذا جينا اليوم باش نوجه واحد الرساله واضحه للحكومه من اجل سحب هذا المقتضى الذي سيؤثر على مكاتب جميع المهنيين كيفما كانت مهنتهم، وسيؤثر على صناديقهم، وبالتالي سيؤدي الى اغلاق العديد منهم.